الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب روحنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اخواني في الدين رحمة الله، ان الله تبارك وتعالى قد اعلن في كلامه المبارك فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الهدايه قد فصله في هذه الآية فمن يكفر بالطاغوت أي على الشياطين ويؤمن بالله الذي هو ربك الذي هو خلقك الذي هو يربيك في هذه الحياة ويموت ويحيا الله ربنا تبارك وتعالى. لقد قال في هذه الآية فمن يكفر بالطاغوت أي لا يطيع الطاغوت في كل حين بل يكفر في كل حين إذا وسوس في صدوره حيث تبدا في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فهذه الخناس هو الشيطان هو الطاغوت فقط ويؤمن بالله الذي خلقك الذي رفعك الذي سواك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فهذه هو الله سبحانه وتعالى لا غير ولا سوى حيث نشهد في كلامه لا إله إلا الله فعلينا أن نؤمن بالله ونكفر بالطاغوت إذا قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى هو اسم القرآن الذي نزلها الله تبارك وتعالى بواسطة جبريل على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة. هذه القرآن هو الهداية لكافة الناس لكل الناس من تمسك بهذه القرآن فقد اهتدى. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه رسول الله فعلينا ان نتمسك في هذه الحياه الدنيا القران كلها اذا نتمسك القران قد نطيع الله وقد نطيع الرسول وقد نكفر الطاغوت اللهم اغفر لنا لتفهيم ما أمرتنا وأوفق لنا لأداء ما أمرتنا من القرآن وسنن الرب العظيم وأوفق لنا لما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.